تمام. هعمل كده رز صياديه الاول. حلو قوي. هنعمل طبعا الرز الاحمر اللي هو بنقول عليه رز صياديه. ممكن نجيب اللون ده من حاجات كتير. اللون ده ممكن يجي طبعا لون، ولكن هو لو هنتكلم على الصنعه لا، هو لازم يجي بصل. تمام تمام. انا احط شويه زيت يا كشيف. انا احط شويه زيت في الحله. تمام. احنا هنجيب لون الرز من البصله. البصله اللي هتقدر تحدد بيها لون الرز قد ايه، البصله تسمر قد ايه، الرز هيغمق قد ايه ودي مهم جدا عشان في ناس كتير بيتلاقوا لون الرز حلو لكن النكهه راحت منه، طعمه مفيش. الطعم ده هنقدر نجيبه لك النهارده في تكات صغيره، مش هناخد حاجات كتيره، مش هنقول كلمات كبيره ومجعلصه من الناس ما تفهمهاش، ولكن هو الموضوع سهل خالص. هنسيب الزيت لما يسخن شويه قبل ما نحط البصل، ودي مهمه قوي لان الزيت لما بيسخن وبعدين نحط عليه البصله بيحصل تشوك كده صدمه، الصدمه دي بتدي طعم للبصله، بتدي طعم للرز. مهمه قوي النقطه دي. تمام. احنا لسه ما سخناش. لا لسه كده، لا لسه ما سخناش. طيب هنبتدي نكمل. نفرد السنجاري كمان بالمره. السمكه السنجاري كمان هنبتدي نحط عليها نفس الحشو اللي احنا عملناه في الجمبري، هي نفس الفكره على فكره. دي كده حشو السنجاري. دي حشوه السنجاري. على فكره ممكن نحط فيها حاجات تانية كتير، يعني السنجاري ممكن يتحط فيها حاجات تانية واطعام تانية، بس احنا خلينا واحده واحده نقول لكم مره مره، على كل مره بطعم، كل مره بلون، كل مره بالصحه والجمال ان شاء الله. ده كده بقى منظر قبل ما تخش الفرن. لسه ما سخنش. لسه شويه. انت مهندم. تمام. احنا بنعمل بصله دلوقتي اللي دي البصله بتاعه الرز. تمام. بتاعه الرز الاحمر. دي بتاعه الرز الاحمر او زي ما انتم بتقولوا عليه كده رز صياديه. بيقولوا عليه رز صياديه. وعلى فكره الرز الصياديه ده ليه برضو انواع كتير، طرق كتير تتعامل بيها. نقدر ندفن فيه السمك على فكره، ينفع نحط فيه السمكه دي ونقطعها ونقليها الاول وبعدين نحطها جوه. دي موضوع شويه محتاج وقت، شويه محتاج حلقه كبيره. مدفونه السمك دي اكله شعبيه، ممكن طبعا بما ان احنا بلادنا فيها بلاد كتير بحريه وعلى البحر وعلى بحيره المنزله، بنعمل اكلات بتبقى خاصه بالمدن دي. يعني احنا عندنا اكله خاصه بمدينه معينه ممكن نظهرها للناس، نعرفها لهم ايه الاختلاف بينها وبين اي اكله تانية. لا ده ممكن يتعمل بطريقه ظريفه قوي، يتعمل مدفونه في الرز، يدفن في الرز، بيتقلي الاول وبعد كده بينزل في وليه مليون طريقه. طبعا طريقته كتيره قوي وطويله، فاحنا مش عايزين نتوه الناس المشاهدين بحيث اللي يبقوا معانا في الاكله بتاعت النهارده. حطينا الزيت طبعا ومستنيينه يسخن، ودي البصله بتاعته. السنجاري كده يعتبر جاهز على فكره، هيخش الفرن. مجرد ما يخش الفرن كل الخضار ده هيبتدي يدبل ويستوي، والجبنه هتبتدي تدينا الشكل الجميل البني والذهبي. ممكن نشوف برضك بعد ما نعمل الخضار وكله نحط جبنه موتزاريلا تاني، وفي ايه غير اللي احنا حطيناها دي؟ ممكن نعمل طبقه جديده، ممكن تحطيها بنفس اللي احنا حاطينها دي او دي، الاثنين بيمشوا مع بعض. بس يعني هي يستحسن تكون جوه احسن. وتصنف بيتهيألي كفايه، كافي كده يا شيف علاء، يعني اللي احنا مش هنكتر الجبنه قوي بحيث اللي احنا برضو نحافظ على الطعم، نحافظ على طعم السمك، نحافظ على الميه اللي فيه، ما نودهوش ناحيه ثانيه، ما نودهوش ناحيه مطبخ ثاني. خلينا محافظين على مطبخنا، مطبخنا الشرقي، لان ممكن يروح مطبخ ثاني خالص. زي ما انتم شايفين كده بنزل اول الزيت بيبقى سخن، وبعد كده بنزل البصله بتاعتي في قلب الزيت. هو مستحب بيكون الرز كتير على البصل كتير على فكره في كتر عادي. ما فيش فيها مشاكل على فكره، هيبقى حلوه جدا يعني، وبيدي طعم احسن بكتير. يا شيف بيدي طعم جميل خالص اما البصله بتكتر. بس هي لعبه كمان عشان برضو الناس تكون معانا، هي لعبه البصل محتاجين لونه، نوصل للون معين قبل ما يتحرق، لان لو رحنا ناحيه لو البصل اتحرق مننا هيمرر، وكمان يكون غامق عشان يبقى الرز غامق ويفتح نفسنا كده في الاكل. هنحط حته زبده صغيره. تمام. من اللي احنا حطيناها في الزيت هنحط كمان حته زبده عشان الطعم. والسنجاري هنحط عليه ده كده البصل. أيوة.
انا عاوز ميه بس. طبعا عمال ما نعمل الرز تكون الجمبري دخلناه الفرن وخلص، عبال ما عملنا الرز دخلنا الجمبري دخلنا السمك خلص خلاص، هنطلع الرز نقدمه ونقدم السمك وهنعمل شويه السلطه الفرنجي وعملنا وجبه كامله، عملنا وجبه كامله نقدر نقعد ناكلها فيها طبعا كامله العناصر الغذائيه، بيتهيألي مفيش اكتر من كده عناصر غذائيه.